بجو حماسي تنافسي شريف، استطاع فريق ثانوي السيون النموذجية باسترسال الحديث في جلسة مناظرة طلابية تنفذ لأول مرة، تهدف إلى تدعيم الجانب الفكري للطلاب وزيادة ذخيرتهم اللغوية والسعي الدؤوب لإثبات الحقيقة. هدف من خلال الطلاب إلى بيان وتعريف الآخرين على قدراتهم العقلية، أيضا مقدرتهم على الاسترسال في الحديث. هذا طبعا يدل على ما تزودوا به من معلومات حول مختلف القضايا التي ممكن أن تطرح في هذه المناظرة أو تلك المناظرة. نحن هذه أول تجربة لنا، نستفيد منها خبرات ننتقل بها معنا إلى تجارب أخرى ومناظرات أخرى، وبالطبع سنبقى على هذا المنوال ونطور من أنفسنا ولا نتراجع إلى الوراء شيئا أبدا. قوة السياق وخطة الحوار المتقنة جرى عليه نقاش المناظرة بين فريقي الموالاة والمعارضة بنوع مرتب ورسمي بين البلاغة والإقناع، تدور حول إثبات حقيقة التكنولوجيا في التعليم بدل المعلم، بحوار متبادل وخلق رفيع وتقبل الآراء بصدر رحب. صراحة مناظرة قوية اتسمت بوجود حجج من كلا الطرفين، وكانت حجج قوية ومقنعة، وصراحة أذهلتني نتيجة هذه المناظرة التي خرجت بها والتي فاز بها فريق المعارضة، على الرغم من أنه كان يملك الكثير من الحجج. إن شاء الله نكون جاهزين لأخذ لإقامة هذه المباريات، لأننا واثقون بالإبداعات والنماذج الموجودة في ثانويتنا. لجنة التحكيم متحيرة في اختيار أي الفريق المتفوق بطرحه وحواره ونقاشه، لكن طرح الآراء وقوة الموقف وضع اللجنة لاختيار الفريق الأجدر بالفوز لخلقه جسور التواصل المبنية على الحوار والمنطق، وبفن حواري شيق وبمنافسة محتدمة واستعداد جاد. الحمد لله حاولنا أن ننظر إلى قوة الحجج وكذلك أداء الصوت، تسلسل الأفكار، فقيمنا كلا الفريقين من هذه الناحية بغض النظر عن رأي لجنة التحكيم، ولهذا أعلنت النتيجة وكان الفرق بسيط جدا بين الفريقين. فريقي المناظرة سوف يخوضون نزولات ومناقشات مع أفرقة أخرى في ثانويات المحافظة النموذجية، إسهاما من مؤسسة حضرموت تنمية بشرية للمشاركة بالفرق في بطولات دولية وعربية للتناظر حول أهم المشكلات المجتمعية والقضايا المعاصرة، وحتى لا يكون الطالب في محتوى دراسي واحد بل يمتد بثقافته ويكون له دور مثالي وفعال لبناء مجتمعه.